هاي، كيفكم؟ أنا فاتنة. اليوم بدي أحكي عن موضوع طلب مني كتير، إنه ليه الشاب يخاف من الزواج أو من الارتباط بشكل عام. ستكون واضحة معكم بشغلة نوضحها هاي النقطة، إنه ممكن كلمة خايف مش هي الكلمة المناسبة لأشرح هذا الموضوع، لأنه الشباب بياخدوا بشكل عام موضوع الارتباط بشكل جدي. بلاش نحكي ارتباط، اللي هو الزواج، الارتباط الرسمي بشكل جدي، انه بياخد معهم الموضوع بشكل اطول. فممكن نحكي انه مثلا هو خايف اذا التزم معك بعلاقة انه ممكن يروح عليه اشي تاني برا، فبصير يحكي بباله انه ممكن يخيرات تانية اكتر، فانه ليه انه اضل مع حدا واحد، مع شخص واحد وفي اشياء تانية اكتر برا، فلا فخليني اضلني يعني زي العصفور طيار، انه اضل اشوف الخيارات التانية. وهذا الشيء كلياته الشاب الجدي ما بيعمله، بس الشخص اللي مولدا بيعمله. طيب هلا لما يجي الشاب يحكي مثلا زي جمال، انا مجهز العلاقة، انا خايف من الارتباط، وضعي المالي ما بيسمح، هذا الحدا بيكون اوريدي مش شايفك شخص مناسب، مش متأكد منك، مش حدا جدي ناحيتك، وبيكون لسه ضايع مش عارف ايش بده، او متأثر بعلاقته القديمة ولسه ما تشافى منها او تعافى منها. فكلمة هاي خايف من الارتباط بنظرتي انا مش الكلمة المناسبة. ممكن نحكي انه الشاب نفسه مثلا ما بده مثلا يرتبط، الفكرة نفسها بالنسبة له مش مشجعة، ممكن هيك يكون. فينتبه دايما اذا حكى انه انا مش مستعد او خايف، نهرب عطول، لانه اذا ضليتي اكتر بتكوني عم بضيعي وقت، طاقة، مشاعر على اشي هو ما بده اياه، او مش اشي نفس اللي انتي بدك اياه. طيب في بنات بضلوا بالعلاقة بصير تحكي لحالها انا بضل معه، بغير رأيه، بتضلها تحط بالعلاقة اكتر وتعمل جهدها بشكل كبير انها تغير له رأيه. No. هو مش شايفك الشخص المناسب ابدا. فاي حدا بيحكي انه انا مش مستعد او انا خايف، اهربوا، ما تضلوا، ما ضيعوا وقتكم على اشياء مش مناسبة لنا. فمش مهمتك تغيري رأي اي شخص فيكي، اللي بده اياكي لازم يكون نفس بده الاشياء نفس اللي انت بدك اياها. فكلمه اخيره، اللي بده اياكي وشايفك حدا مناسب، عمر بحياته ما رح يحكي لك انا مش مستعد او انا خايف، بالعكس رح يخليكي تحبيه اكثر، رح يفرجيكي قد ايه هو بحبك ويتقرب منك بشكل افضل، ويفرجيكي قد ايه هو بده اياكي وتكوني فعلا شريكه حياه. ان شاء الله توضحت الفكره عندكم بشكل اكبر. هاد نهاية الفيديو، ما تنسوا سبسكرايب إذا حبيتوا هذا الفيديو، وشوفكم فيديو جديد. باي.